حرماني من الكرة كرة نحو مبنزا مبنزا بلمسة زوير مترجي مترجي لمبنزا مبنزا مبنزا جول مبنزا أيمن حسوني لوحده صعيب عليه وأن يفرض شخصيته الهجومية في خط الوسط أيمن للأمام نحو كومبوليكي جول مبنزا جول مبنزا كرة من بنزا مبنزا مبنزا يلعب كرته مبنزا جول مبنزا جول جول من الكونغو أولمبيك خريب قفا هذه المباراة كرة نحو بوليكي مبنزا مبنزا يمر مبنزا يمر هدف من الحريفي فريق شباب المحمدية جابوا المحاولة لفتح فريق الوداد رفعت الكرة فرصة فرصة رأسية يمرر العملود فرحان طولي أمامية ملعوبة خطيرة ودادية فرصة الكرتي الآن في اتجاه أيمن الحسوني أيمن الحسوني انطلق العملود خطيرة جدا خطيرة أي 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 في البحث عن هجمة من خلال هذه اللحظات والتحضير يحيى جبران تمريرة والهدف ممتع مهاجم بارع مهاجم بارع لفريق كيف ما جات كشريدة خاطة كورة على الملعب التونسي كاين بنزا جاي جاي الكونغولي الثانية الكورة للملعب التونسي هذه كورة لكاين بنزا 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 بلا كونغولي عن الساحلي باعتبار انه منذ انطلاقة الشوط الثاني قاعد يصعد للهجوم كاين بنزا على الكورة الهدف الثالث كاين بنزا كورة مجدي للنادي الصفاقسي للحارس ايمن دحمان والخطأ يرتكبه الحارس والهدف الثاني لصالح الملعب التونسي الهدف الثاني وسيم النغموش ياخذ الكرة الشيخاو الى بنزا خطير الهجوم واحد ضد واحد بنزا يبحث عن التسديد يراو الهدف الاول والهدف الاول لصالح الملعب